بظل الظروف صعبة اللي عم يقطع فيها المزارع وأسعار الكيماوي والسماد العضوي يلي صارت كتير غالية، حبينا نعمل تجارب ونجرب نشوف إذا فينا نعمل طريقة نوفر على المزارع ونوفر على الأشخاص اللي عندهم جنينات كبيرة، تنشوف إذا بدنا نعمل الكومبوستي، إذا حطيناه ووفرنا بشوية كيماوي وما كنا عم نحط كتير كيماوي وسماد عضوي، عملنا هالطريقة يلي عملوا عليها دراسات بمركز الأبحاث العلمية الزراعية بمنطقة الإقليعات، خاصة مع دكتور ميشيل ياسفريم يلي كمل كل الدراسة ونهيها للآخر لحتى نعرف قديش تعطينا نتيجة، طبقناها مطعم جلجامش، وهلا نحن مع دكتور ميشيل ياسفريم تيخبرنا شو الطريقه لازم نعملها لحتى الكل يستفيد منها، وهيك بنكون اخذتوا فكره عن الكومبوستي كيف يوصل لبيتكم، كيف يكون تعملوها بجنيناتكم وتاخذوا نتيجه كثير منيحه. دكتور ميشيل ياسفريم اهلا وسهلا فيك. دكتور ميشيل ياسفريم رئيس المحطه الزراعيه منطقه الإقليعات، بعرف قديش انتم دقيقين، قد ايه عم تتابعوا كل اي اختبارات عم تكون عندكم والدراسات كلها يلي عم تعملوها اللي بتوصل لنتيجة عم تخبرونا عنها، واللي ما توصل لنتيجة كمان عم بتقلونا لحتى ما نتعذب ونشتغل على الفاضي، ما يكون عنا الاشياء اللي احنا ناطرينها انه نشوف جنينتنا حلوة او بستاننا حلو. بخبرية الكومبوستي شغلة كتير حلوة صح، في عنا السوغرين، حضرتك عملت تجارب على السوغرين. نعم. السوغرين هلا بتشرح لنا عنه من شو معمول، ومنحب نقول انه السوغرين موجود ببيت الزراعه. نعم. يمكن هو السماد العضوي الوحيد اللي انا فوته على مؤسس بيت الزراعه لانه بعرف قد ايه نتيجته مهمه، بس النتيجه الاكبر يلي اخذتوه من عندي وجربتوا تعملوا عليه الدراسات وشفتوا قديش فينا نوفر انه ما ندفع حق كيماوي، ما ندفع حق كميات كبيره سماد عضوي لانه صار سعرها غالي كثير والمزارع مش ناقصه بقى يعني عذاب وتعب لحتى يدفع حق اسمده. طب خبرنا شو الفكره كانت وليش قررتوا تعملوا هالدراسات؟ الفكره مثل ما قلت حضرتك بسياق المقدمه انه لها علاقه بتكاليف الانتاج. نعم. المزارع او احيانا الحيازه الزراعيه تيكون عندها قدره تنافسيه تقدر تنافس بدها تكون تكاليف الانتاج منخفضه. صح. اضافه انه يكون في انتاج عنده نوعيه عاليه تقدر تتصدر للخارج. قصه الكومبوستي يعني الكونسبت او الفكره هو شبيه او شبيهه بظرف الشاي. نعم. الكومبوستي هالكونسبت هو حسب حتى الدراسات العلميه والمراجع العلميه بيقدر المزارع انه يوفر لحدود 70% من فاتوره الاسمده عنده بالمزرعه. 70% بعد الدراسات بينت هيك، يعني رقم كثير كبير. المقالات العلميه كلها، المراجع العلميه بتشير لهالرقم. وانا كمان حابب اقول شغله، المزارع قبل ما يبلش يحط اسمده كيميائيه يعمل فحص تربي. نعم، او حتى اسمده عضويه يلي سوغرين هو سماد عضوي من مصدر نباتي معمول من شفت الزيتون، استعملناه بالابحاث العلميه الزراعيه لانه نسبه الماده العضويه 80%، شخصيا جربته كانت النتائج فعاله جدا. قبل قلنا ما يتكلف المزارع يروح يشتري كيماوي، يمكن ارضه مش بحاجه لكيماوي، مثل ما تفضلت وحكيت لازم يقوم ويعمل بالاول تحليل للتربه، واكيد في تاخذ العينه التربه من الحقل بده ياخذها بطريقه تمثيليه، سبق وصورت عندنا حلقه. صحيح. بحب يرجع لحلقات العوافي، برنامج العوافي من زمان بيقدر يشوفنا على اليوتيوب وكيف بناخذ بطريقه تمثيليه عينه من التربه ونجيبها على المختبر وشو بنحلل. صحيح. النبته هون في حدنا مجموعه من النباتات. نعم. نباتات زينه. نعم. وخضره عندك الخس الايطالي. صح. وعندك نباتات زينيه. صح صح. النباتات بالاجمال تقدر تنمى بحاجه لمركبات لاسمده، ان كانت اسمده كيميائيه عناصر كبرى بحكي عن الازوت الفوسفور البوتاسيوم وحتى عناصر صغرى، اضافه الى العناصر الكبرى والصغرى في عندي اسماد العضوي يلي السماد. نعم. العضوي انا بعتبره هو متمم للاسمده الكيميائيه، في يستعمله المزارع وفي ما يستعمله استنادا لنتائج تحليل التربه بالمختبر. بس هون كمان دكتور في شغله، الاشخاص اللي استعملوا كيماوي على فتره طويله من سنين، 7 سنين 8 سنين 10 سنين وما كانوا يستعملوا سماد العضوي السوغرين او غيره، بمرحله معينه بيصير عندك الارض كانه بتبلط. نعم. بتبطل تفكك هالكيماوي الموجود بقلب الارض وبنصير نقول عم نحط كيماوي ما عم ناخذ نتيجه. صح. اذا جينا حطينا السوغرين، السوغرين هي ماده مثل ما قلنا عضويه رح تفكك تبليط الكيماوي الموجود بالتربه، حيصير في امتصاص كثير عالي
للكيماوي اللي كانت موجوده، وتلاقي الشجر عطى نتيجه كثير حلوه. بس هون بدنا نوضح شوي صغيره، احسن ما يقولوا حطينا السوغرين، احسن ما ينقال انه حطينا السوغرين عطى اول سنه نتيجه وثاني سنه ما عطى. لا، هو بيعطي نتيجه اول سنه وثاني سنه وثالث سنه وعلى طول، بس لانه اذا الارض مبلطه، اذا الارض كثير فيها كيماوي ومنه مفكك مزبوط، السوغرين بيساعد على تفكيكها، فهالشجره عم تمتص هالكيماوي اللي كانت موجوده، حتعطي هالبومينج بالورق وبالهالنمو السريع. حنفكر انه السوغرين اشتغل هالسنه بطريقه كثير قويه، ثاني سنه لا كانت اخف. لا، هو صحح الارض مثل ما لازم تكون اول سنه، وثاني سنه وثالث سنه كانت لازم تكون هي السنه العاديه لازم يستعمل. اكيد. بما انك عم تحكي عن السوغرين، في ممكن اسالك سؤال، قد ايه الكميه بالدونم تقريبا؟ اذا انا عندي 1000 متر مربع بحاجه لحط سوغرين، كنت استعمل بالسنوات السابقه اسمده كيميائيه بشكل اذا بدك غير عقلاني بشكل جائر، مثل ما بتقول حضرتك صارت الارض مبلطه عندي، مبلطه يعني بطلت النبته، صح، الجذوع تقدر تمتص هالمركبات موجوده دجا، بتكون موجوده بالتربه. يعني شو هو المقدار، شو هي الكميه اللي لازم ضيفها للحقل عندي اذا كان عندي اشجار مثمره او اذا كان عندي نباتات خضار؟ صح، على انواعها. هون بنرجع صحيح شو زارعين. إذا زارعين شجرة، نعم، شجرة البالغة الكبيرة اللي عمرها فوق العشرين 25 سنة، فينا نوصل للخمسة كيلو. الأشجار الصغار أي فترة الخمسة كيلو؟ عم نحكي دائما بأيام الشتاء بدنا نحطه. أوكي. يعني بأيام الساعة بتشيرين تشير أول تشير ثاني 100%، لأنه الشتاء السماد العضوي شغلته يلف التربة، نعم، ويفكك مثل ما ذكرنا الكيماوي يلي لقطه بالأرض. بس تقول الكيماوي يعني العناصر الكيميائية، يعني صح، الأزوت، الفوسفور، البوتاسيوم، حتى العناصر الصغرى، صحيح، من كالسيوم وحديد وبور ومنغنيز إلى آخره. صح، خاصة الحبوب يلي بيكونوا لقطين وما عم بيتفككوا بالهينة بالتربة، أو صار عليهم نوعية إذا بدك مثل غيني ما بقى يفتل المي، غير متاح لها، فهي بتساعد كثير. هون بنرجع حسب اذا عم نحكي نحن على بقلب مسكب بقدونس، بنكب لنا تقريبا كيلو للمسكب اللي هي مترين بمترين. اذا عم نحكي ارض طويله كبيره نقدر نعمل كل كيلو سوغرين لثلاث امتار ارض، ثلاث امتار مربع ارض. اذا عم نحكي عم نزرع جازون، كل شويل سوغرين بيعمل 45 متر جازون بنوزعهم. وهيدي مرة واحدة بنحطها؟ هيدي مرة واحدة للجازون اكيد. بدنا نزيد لون التيرا جرين الكيس اللي حده، صحيح، بدنا نزيد التيرا جرين لحتى نكون عندنا التيرا جرين. شو هو بوتينج سويل؟ هو تيرو وسيط استنبات، صحيح، بنخلطوا مع بعضهم، خاصة إذا عم نزرع بذر الجازون بيساعد على الإنبات، إذا عم نزرع روكا، رشيد، زعتر، فجل بيساعدنا كثير إنه يساعد على الإنبات. هلا أنا شايف قدامك في صينية من الخس يعني الأجنبي، إذا شلت صح خليني هي اللي حدك لأنه نعم. اصغر بقدر احملها دغري بايدي. نحن هون شو هيدي النبات؟ نحن هون عاملين خليط سوغرين مع تيرا جرين وبنعملهم بقلب مساكب. قد ايه الكميه سوغرين؟ قد ايه الكميه تيرا جرين؟ ثلثين تيرو وثلث سوغرين. تيرو يعني تيرا جرين؟ تيرا جرين، نعم، ثلثين تيرا جرين وثلث سوغرين، بنخلطهم مع بعضهم، بنعبي الصواني، بنحط البذر، واكيد بنحطهم بالمحل المناسب لهم، حراره بين 18 و23 درجه تيصير في عندنا انبات. نحن شو بنعمل؟ بس نزرعهم، حيكون عنا استباق للمزارع تما يقعد يزرع بالأرض وينطر شهرين وشهر ونص ويجي شتاء أو يجي جرف يروحهم والنمل يأكل البذر. إحنا بنزرع لهم إياهم وبناخدهم بهالطريقة مثل ما شايفين. يعني هيدي شتلة إذا بتطلع فيها بتحسها، إذا بدنا نشيل بس هالورقة صغيرة تبين، بنحسها شجيرة إذا بدك، شجرة صغيرة لك شو حلوة، في نمو جزري كثير مرتب. اكيد هلا ايام بعد هويات بشوف مثل حبيبات بيض بتكون بهال، صح، هيدا البرلايت. هيدا البرلايت احنا بنحطه. شو دوره البرلايت؟ البرلايت اذا بدك هو ريتونتيسور دو لو، بيجمع المي، نعم، بيمتص المي، بيصير الشيل الشيء يلحقه يلي لما بنرمي النبته، نعم، بيصير الشيل الشيء يلحقه. اها، سو ما بيكون في عندك بقى امراض فطريه، عم بيلحق الرطوبه الموجوده على البرلايت، هيك ما بنخفف الصقايه، بنوفر امراض فطريه على الشطور، خاصه لما يكونوا بعضهم صغار. وبقصه التهويه، ما تهوي بيساعد كمان للتهويه، اكيد بيهوي الشلش، نعم، مجرد ما الشلش راح عليه وما في تسمم، ما في انكماش اضطراب على الجذور، بنكون نحن عم ناخذ نتيجه كثير. كمان كم مقدار هيدي اذا بنزيد على خليط تيرا جرين وسوغرين هالبرلايت حبيبات البيض تقريبا ماكسيموم فيك تعمل يعني اذا عم نحكي على بو هالقد قد هيدي اذا نعم بتسمح نعم لي فيها فضل. فيك تحط لها كمشي هالقد صغير، يعني مقدار ثلاث ملاعق شوربه بتخلطهم وبتحطهم، لانه هو كثير هش وكمان كميته كثير كبيره. يعني بس اذا بدي اشتري هالبرلايت وين بدي الاقيه؟ موجود ببيت الزراعه اكيد، نعم، فيك تاخذه بالكيلو، فيك تاخذه بالوقيه، فلت.
بالضبط، لانه الكيلو تبعوله بيعمل هالقد، لانه هو اذا بدك بيشبه الفلين ومنه ثقيل كثير. اكيد هذا مستورد من الخارج ولا في انتاج محلي؟ لا مستورد من الخارج، في منه معمول بالدول العربيه ومنه بالدول الاوروبيه. صح. هون قدامي كمان شايف نوعين من الاسمده، المركبات الكيميائيه. المزارع ايام بقول انا بحط ملح، في عندك مزارعين بيقولوا لا انا بحط سكر. صح. شو بنقصد بالملح وشو بنقصد بالسكر؟ اذا يا ريت بتحب تدوي هالتعبير. الملح والسكر ذاته هو لا ملح ولا سكر. هو سلفات الامونياك اللي بيشبه الملح وبيشبه السكر. هي هي اكيد هو كيماوي مسؤول على النمو الخضري للشتل، كترته بتحرق، ففينا نحطه نحن بطريقة جدا مدروسة. نعم. ما لازم نكتر منه كتير على الخضروات، لأنه كمان بضل بالورق بيصير يفوت على جسمنا، فلازم نحط بطريقة مدروسة لحتى ما نكتر. أكيد منلوث المياه الجوفية كمان. صح. هيدا الملح قلت لي سلفات دامونياك. نعم. أكثر يستعمل للخضار ذو أوراق ولا الخضار ذو ثمار؟ يعني إذا عندي ثمار ذو ثمار بدك تروح على شيء فيه بوتاس ليكبر الحب. يعني مثل يعني هيدا لونه أزرق. صح. لما نحكي خضار بتروح على سلفات الامونياك، لما تحكي شيء فيه بندوره خيار وهيك اكيد بوتاس، وفينا نحط اشياء ثانيه يعني بعدين. لما الخضار يعني اوراق، اوراق بتحكي بقدونس، تحكي نعنع، تحكي ملفوف، تحكي خس، حشيش. حشيش حشيش. بس لما نحكي بندوره خيار، نعم ثمار. صح. هون بدك تحط كيماوي ليكبر الحب اكيد، حتى الشجر تحط له زيت الشيء. بيكون في نوع من المركبات. صحيح. مش غلط نحط أول فترة مرة واحدة سلفات ونرجع ننتقل على الحبوب اللي فيها نيترات وبوتاس وفوسفات اللي هي بتقدر تساعد نمو جذور، نمو خضري وتكبير الحب. في برنامج معين لازم المزارع أو صاحب العلاقة اللي عنده حكورة حد بيته في استخدام هالمركبات الكيميائية؟ أكيد بدك نحط مرة لمرتين إذا استعمال منزلي ماكسيموم بالسنة، هيك بيكون كافي إنه عم ياكل شيء نظيف. بده ياكل شيء نظيف، واذا بده ياكل شيء طيب عنده نوعيه ميثاقيه طيبه جدا، بينت معنا انه في روابط علميه، اذا بدك روابط احصائيه كمان، ما بين استخدام السوغرين والنوعيه الميثاقيه لخضار ذو ثمار او حتى الخضار الحشيش. هيدي شغله كثير حلوه. رح ناخذ بريك صغير ونرجع نحضر للكومبوستي مع المكنه تبعيته، مكنه الاكسجين، تنحكي عن قديش أهمية السوغرين تيعطي مذاق طيب وكيف نعمل الكومبوستي. حاضرين. حضرنا الأغراض يلي لازم نعمل فيهم الكومبوستي، من كيس السوغرين لمكنة الأكسجين لوعة تنحط فيه الماء ونخلط. وهلأ دكتور ميشيل ياسفريم رح يخبرنا من بعد الدراسات اللي عملوها بمركز الأبحاث العلمية الزراعية منطقة الإقلاعات يلي حضرته بيكون مسؤول عن هالمركز، شو النتائج، كيف بنعملها تنقدر ناخذ نتيجة ترضينا وترضي الجميع. أكيد كومبوستي هو شاي التسبيح، رح نشوف هلأني عمليا كيف فينا نحضره. حيالله شخص بالبيت قدر يحضر الكومبوستي بطريقة جدا جدا هينة. أول شيء بحاجة لجون فايسا. نعم. أو حتى شقفة شاش جيو تكستيل، أو حتى يعني خيمة خيمة فلان العادية فيها لبنة من زمان. أكيد بحاجة لعصا هالقياس. نعم. حسب نوع الوعاء اللي عم نشتغل. نعم. فيه أكيد. أكيد بحاجة لمرستين هالقياس تقريبا. هلأ أنا رح أخذ تقريبا إذا بدي حضر تنقول لخليط لمن 50 لتر، يعني. نعم. عندي برميل في 50 لتر ماي، يستحسن على طول مثل ما قلت لك إنه استعمل ماي مية الشتاء. صح. في حال استعملنا مياه الشافة، لأن المياه الشافة فيها كلور، وبالنهاية الكومبوستي أو السميد العضوي هو فيه كائنات حية. نعم، لأنه الكلور ممكن يأثر على نشاط هالكائنات الحية، وبالتالي ما يكون عندي الفعالية المرجوة بالحقل أو بالبستان عندي. يعني يا مية أي سي مقطرة يا مية الشتاء. أو في حال بستعمل مياه الشفة إذا ننطر 48 ساعة تتبخر، يتبخر مادة الكلور. بس تكون محطوطة بالشمس يعني؟ لا بقى من جوا، من جوا هو يعني بمكان أو برا كمان مش مشكل، تتبخر مادة الكلور وبالتالي بعدين فينا نستعملها. هلا قلنا جبنا جون فايسا العصا المرسي ل 50 لتر بدي تقريبا 2 كيلو. 2 كيلو. 2 كيلو. كيف بنحضرهم؟ هلا 2 كيلو مينيموم، حتى فيني اطلع اذا بدي اعمله بشكل مكثف فيني اطلع ل 3 كيلو بكل ريحه، ما في اي اشكال. نعم. اذا بهالطريقه هون بنشوف عن جد يعني ريحه، شفت الزيتون هيدا مصدر نباتي. حتى شم ريحه الزيتون فيه. حتى ما في اي، ما في روائح يعني، ما كثير كثير الريحه مقبوله جدا. حضرنا بهالطريقه، شلنا الكومبوستي. بدي اطلب منك تساعد سويا
تنربطها. نعم هلا ايوه صح. ريحتهم طيبه معك صح، بعكس لما نحكي عن الزبل ناس هون في قدامنا كمان زبل طبيعي. تفضل. رح نتساعد سوا، ربطناها بهالطريقه. واكيد بنرجع بهيدي العصا، بدي كمان لانه بدي يكون بطريقه معلقه بقلب الدلو او بقلب دارين الماي، بارض الدلو ما تكون دقيقه. نعم. هلا المزارعين بيستعملوا كمان هالطريقه عندهم، بشوفهم حاطين صح، حاطين الكيس وكبينه كله بكعبة بالكيس، ما بيحركون كثير، ما بيحركوا ابدا، بيحركون بياخذوا نتيجه اكثر. صح. يعني لكن المزارعين يلي عم بينقعوا زبل المعزه او زبل البقر او زبل الخيل او زبل الدجاج يحطون بالبرميل بس يحركون تقريبا قد ايه فيهم يضلوا ناقعين تياخذوا نتيجه؟ هلا خمس ايام مع تحريك مستمر. نعم. يعني انا هلا اني بس تنشوف هون للمشاهد كيف فينا نحطها بهالطريقه. صحيح. يعني بس انا اذا بدك فيني استعمل هو الدلو، في عندنا برميل وراء، برميل ازرق اذا بدك لو سمحت بس تساعدني. اكيد هيدي الدقيقه. شكرا. حاخذ البرميل هو من 50 لتر ودندلهم بهالطريقه. اوكي. صح. هون اكيد بدنا نكون نحن رح نعبي مي، رح نعبي مي، فينا نعبي مي بهالطريقه ونتركهم لصاحب المطعم يحطوهم بال اكيد للنباتات الزينيه موجوده. سي جورج شمعون يلي على طول بيتيح لنا مجال وتحيه انه نجي نصور عنده. اوكي عبيناها مي. في اجمل من شكل المي هي عم تصب. نعم صح. هلا عبينا مي، قلت لي حضرتك قد ايه بنترك هالمنقوع. هلا تسرع عمليه التحضير. نعم. فيني استخدم هيدي الاله، هيدي الاله هي مضخه للاكسجين، هي اللي بيستعملوها للاكواريوم. اكيد. نعم. هيدي كمان حوض، يعني حوض السمك، حوض السمك هيدي كمان سعرها معقول. انا الهدف منها انه ضخ اكسجين، لان بده اخلق بيئه هوائيه لنمو الكائنات الحيه الموجودين بالسوجرين بسميد العضوي. يعني هون بفهم من حضرتك لما نحن نكون عم نحرك كل شوي عم ناخذ محل ماكينة الاكسجين. صح. في حال حطيت ماكينة الاكسجين خلال 24 ساعة صار فيني دغري استعمل المحلول النهائي. بالنسبة للتحريك كل قد ايه بدي احرك؟ اليوم اذا حطيتهم بدي كل يوم بدي احرك، شو فيني احرك يعني؟ احسن واحسن ثلاث مرات على القليلة بالنهار لمدة خمس ايام. وبصير بس كل مرة بدي احرك فيها قد ايه؟ دقيقتين ثلاثة؟ نعم نعم. اوكي. نعم. وبعدين لما بصير عندي بالونات صغيرة على سطح المي بنقول صارت العملية صارت خالصة، صار فينا هلا نستعملهم بالنظام الري او صار فينا كمان نسقي فيهم النباتات. ولكن شغلة كثير مهمة، فينا كمان إذا بدك نزيد سكر أو حيالله مصدر سكر لهالبرميل أو هالمنقوع، لأنه السكر بيكون إذا بدك مصدر غذاء للكائنات الحية، وهيك لما بننزلهم بالارض بيكونوا اكثر فعالين ونشيطين وفي التكين. بيقدروا مثل ما قلت بسياق المقدمه تبع الحلقه انه في عندك اسمده او مركبات كيميائيه مبلطه غير متاحه، ساعتها الكائنات هي بتكون فتاكي اكثر، بتقدر تفككهم وبالتالي الشلش رح يقدر يمتصهم والنبته حتنمى وتعطي الثمار احسن واحسن. قد ايه كميه السكر بدنا نحطها بمنقوع ل 50 لتر؟ 200 جرام. 200 جرام. فينا نحط السكر البودره تبع الراحه؟ فينا. كل شيء مصدر سكر. غير سكر اذا عندي مثلا بالبيت دبس الخروب قديم، دبس الخروب احسن واحسن. انا بستعمله حتى اذا عندك بالبيت مرتبين مربى معفن، حيلا انواع المربيات المعفنه غير صالحه صارت للاستهلاك البشري، كمان فينا نحطهم بالبرميل، بنطوبهم مضبوط بنحطهم بالبرميل تا هالكائنات المجهريه تتغذى عليهم. واحسن واحسن اذا ممكن فينا نزيد كمان شويه 100 ملل من ماده هيوميك اسيد. أوكي. كمان بيكون اكثر واكثر خلطه في التيكي. فينا نعرف عن الهيوميك اسيد لانه ذكرناها. تفضل يعني بترك تفضل لحضرتك. لحضرتك تفضل. يعني اكيد يعني هودي الهيوميك اسيد في كائنات بيساعدوا على التحلل المواد الموجوده بالتربه وبيعطيك نمو احسن واحسن وهالخضار اذا بدك الناصع بالمنتجات النباتيه. بيساعد على الانبات السريع. اكيد بيسرع وبيسرع عمليه الانتاج. نعم. هلا خلصت عمليه الهيوميك اسيد فينا نلاقيه بالصيدليه الزراعيه، في لاقيه ببيت الزراعه او باي صيدليه زراعيه، وممكن انه يكون على شكل بودره واكيد على شكل سائل. صح. كمان صح. هلا لما خلصنا تحضير الكومبوستي
هون بتبلش عملية التوفير عند المزارع. نعم. يعني قلنا بسياق المقدمة شو فينا هالمزارع يتكلف بطريقة أقل وأقل وأقل، بيكون عنده قدرة تنافسية أكثر وبيقدر يستمر أكثر بعملية الإنتاج الزراعي. لما بياخذ من هيدا المنقوع لتر واحد بحطهم بحللهم بخففهم بتسعة لتر مي. اوكي. يعني وبعدين هالتسعة لتر مي فيني اربي فيهم النباتات الموجودين عندي بالحقل، او فيني اقطعهم بخزان المي اذا بدك الخلاط المي كمان الموجود بنظام الري، بيقطعوا بالانابيب الري تقروي المزروعات الموجوده عندي بالحقل او بالبستان. يعني اذا عندك 50 لتر بيطلع لك 450 لتر مي. نعم. يعني كميه استعمل. كبيره. وكل 10 ايام فين استعملهم. فينا نستعمله مثل ما هو المنقوع ولا قوي؟ قوي كثير. يعني صح بيؤدي الى حرق الشلش اذا بدك والى جفاف النبات، وبالتالي بكون عم بحصل على تاثير اذا بدك سلبي من عمليه تحضير الكومبوستي. لكن هون بدنا نعمل منقوع بدنا نحترم كثير العيار اللي هو لتر لتسعة لتر. نعم. نعم. تسعة لتر من الماء وبعدين بروي فيها. وفيني كمان استعمله قبل ما ازرع. نعم. قبل ما نازل هالشتول الموجودة عندك هالشتول الحلوة موجودة هون قبل ما نازلهم بالحفرة تكون محضرة فيني اروي التربة من الكومبوستي وبعدين أوكي. ازرع حتى بذور او شتول من الخضار. نعم. استعمال الكومبوستي او الكومبوستي المعمول من السوغرين في له طريقة، يعني غير انه لتر لتسعة لتر، انا جيت عملت كومبوستي بسط حطيت على جنب كل ما بدي اسقي بسقي فيه، هل يا هل ترى هذا شيء مزبوط ولا غلط؟ يستحسن استخدامه خلال اربع ساعات. كثير قليله. كثير قليله، بقى من هيك قصه ما بقوله نسب وتناسب، يعني حسب واحد قد ايه مساحه حقله، قد ايه عنده محاصيل، قد ايه بده يحضر على قد حاجته. طيب نقعني خمس ايام عم نحرك بايدينا من دون استعمال او بمكنه الاكسجين 24 ساعه. اكيد. طيب اذا كان مكنه الاكسجين متروكه عليه. نعم. في استعمل ما انا بدي، يعني في اتركه واستعمله بعد جمعتين. نعم. طالما ما كانت الاكسجين عليه. عفوا لا عفوا هيدا التحضير هيدا فيني ارجع عيده مره ثانيه ومره ثالثه كمان. اوكي اوكي. لا بس انا قصدي اذا كان متروك منقوع بيفيدنا ولا لا؟ يستحسن طالما ما كان عليه يستحسن انه نحطه بالبراد، لانه بالنهايه عندك كائنات اكيد نشاط الكومبوست اكيد يعني في نشاط هالكائنات بتخف فعاليتهم بتخف، يستحسن انه خلال اربع ساعات من نهاية تحضير الكومبوستي انه كنا عم نستعملهم بالحقل. دكتور نحن جربناه على الشتول الموجوده بمطعم جلجامش. نعم. عطى نتيجه كثير رائعه، حتى عطى نتيجه على الجردينيا. نعم. وعطى كمان حتى زهرت بطريقه كثير سريعه. جربناه على الشتول مثل هالصينيه. نعم. وسقيناه هون كمان لقينا نتيجه لانه عملنا صينيه لحال وصينيه مزروعه. نعم. عادي تجربة زراعية. وشفنا الفرق مع حضرتك. نعم. كيف يلي سقينا بالكومبوستي عطت. نعم. نتيجة أسرع. وكمان جربناه بالخضرة يعني على البقدونس وعلى الروكا وعلى الرشيد كمان عطى نتيجة، بس نحن استعملناه على مرتين. يا هل ترى فينا نستعمله أكثر؟ يعني أنا استعملته مرة واستعملته بعد 15 يوم. فيك تستعمله كل 8 أيام ما في. أوكي. أي إشكال. وللدنم 1000 متر مربع خلال 6 أشهر ماكسيموم بحاجة لكيس أو كيسين من السوغري. يعني كيس واحد سوغرين او كيسين بيعمل لك دنم. نعم. يعني عاده اذا عم نحكي دنم بسماد عضوي عادي بدك تقريبا قد ايه كم كيس؟ قلت لي كنت عم تقول ليش بتحط كميات عديده بالاول لك على شكل بودره. اكيد يعني عم ناخذ من هون نتيجي. ليش قلت لك انه استخدام الكومبوستي هالطريقه بتؤدي انخفاض بفاتوره او بالتكاليف الاسمده عند المزارع؟ مش بس انخفاض، وفي كمان مردود. اكيد يعني أكيد. عم بتوفر بس عم تاخذ نتيجه بس عم تاخذ نتيجه زيتها بالنوعيه. اهم شيء النوعيه الميثاقيه. نعم. يعني فسرنا شوي عن النوعيه الميثاقيه اللي السوغرين بيعطيها. النوعيه الميثاقيه يعني فعلا هلا بناكل بندوره بناكل خيار، ما تاخذنا على الكلمه، ما عم نستطعم. صح. اصلا بعود قصه البندوره بتلاقيها فاضيه من جوا لانه كبرانه قبل وقتها. صح. لانه عم بيصير في استعمال جائر للاسمده الكيميائيه. نعم. كيماوي 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 ما فيها الطعمه. هون مصدر نباتي جربوا سقي على البندوره سقي على الخيار بتحس فعلا طعمه الخياره والراس البندوره يلي كنا ناكله من زمان والخياره اللي كلها من زمان الطيبه حتى على شم ريحتها والشحم لما كنا نفتح راس البندوره البلدي اللبناني الاصيل لما نفتحها بتحس هالشحم فيه وريحته ولا اطيب من هيك. الكومبوستي معمول من السوغرين يلي بنعمله مثل كانه عم نعمل الشاي ببيتنا
يستعمل للنباتات الداخليه، يستعمل للنباتات نعم. الخارجيه أكيد. يستعمل للخضره، للاشجار، لاي نوع خضار بيخطر ببالنا فينا نعمله. اكيد دراسات معموله عليه نعم. الفكره مش جايه هيك، هالدراسات معموله بمركز الابحاث العلميه الزراعيه بمنطقه الايعاد، اشرف عليها دكتور ميشيل ياسفريم اللي نعم. يعطيه الف عافيه. شفنا النتيجه بمطعم جلجامش قد ايه فرق الشتل عنده، شفنا النتيجه عندنا بمشتلنا لما كنا عم نزرع الصواني كيف كانت عم تسبق وتقلع، وصلنا بوقت معين وقت بدنا ننزل صواني بكير على السوق نسقيهم سو جرين، يعني تي تبع السو جرين، ولما كنا ما بدنا يكون عندنا وقت وما عندنا كافي لنبيع ما كنا ما نحط لحتى ينمو على مهلهم. صح دكتور يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. بدنا نقلع على شيء ثاني لانه السو جرين بنستعمله بالشتاء وبالصيف. اكيد في عندنا اشياء بنستعملها بس بالشتاء، وهلا بايام الشتاء بيطلع شردون الفار وبياكل الجذور او الجذوع تبع الاشجار. نعم. بدنا نحكي عنه. دكتور بايام الشتاء نعم اكيد بس شتى كثير 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 بيطلع عنا جردون الحقل، فار الحقل، كمان فار الحقل بيرجع، كمان عنا الشجر اللي بهر ورقه لازم نعالجه. نعم. بدنا نحكي هيك كم شغله بس شو لازم نعمل بالبستين لانه هلا ايام الشتاء وايام الجرادين او الفار الحقل بيطلع بنجوي ركعوب الشجر وبينزعهم، وكمان بالنسبه للرش للعودين كيف فينا نحميها من الامراض الفطريه ومن الحشرات اللي بتيجي بتعمل بيوض بلف صويخ وبترجع بعدين بتفقس وبتتكاثر 100%. من هيك في ما يعرف برشه العود عند المزارع. نعم. يعني بعد تساقط الاوراق عن الاشجار بالشتاء ان كان بكانون الاول او بكانون الثاني وحسب الأحوال المناخية والجو، إذا كان قادر المزارع لأنه أغلبية البساتين صارت بالجرود على الأعالة، إذا كان في تلج صعب كتير مثلا بالشباط يقدر يستعملها، يستحسن أنه بكانون الأول أو إذا كان التأس بيخلي هالشي بكانون الثاني يستعمل خليط من الزيت الشتوي والجنزارة. نعم. للبرميل فينا نحط لتر زيت شتوي، برميل 100 لتر وكيلو من الجنزارة. وهالشي فيها يعيدها مرتين إذا الأحوال الجوية سمحت له، ومثل ما قلت حضرتك كمان في كمان يدهن، ولكن الدهان يعني بيطلي جذوع الأشجار، في يستعمل الكلس، في يستعمل الجنزارة وحتى الملح، يعني في خلطة من 5 كيلو كلس، كلس الأصلي، كيلو جنزارة، تقريبا 250 ل 300 جرام ملح، ملح الطاولة. نعم. هيك بالربيع شو بفيد؟ كمان معقم الملح بحد ذاته، يعني ما بتعرف. نعم. هيك بالربيع لما بيخلص فصل الشتاء في يبلش اذا بدك كمان يدهن جذوع الاشجار، وكمان في يعيد هالشيء بالصيف وحتى بالخريف. دكتور بتنصحهم يعملوا رشي قبل ما يهر الورق، باردون، قبل التشحيل، ورشي بعد التشحيل، اكيد بيكون هار الورق والمويه واقفه، يعني ما بدنا نقص ويطلع وصاره لبرا. نعم. بتكون المويه واقفه، يستحسن يرش قبل التشحيل وبعد التشحيل. يعني في كثير من المزارعين لما بيقطفوا البساتين تبعهم ببطلوا يفوتوا على الحقل، بمعنى اخر ببطلوا يفوتوا يستعملوا اي مبيد تيعالجوا اي مرض موجود كان اصلا خلال فتره الانتاج. بتعرف قد ما بيتعبوا. نعم اكيد. بالتحصيل وبالتعشيب وبالقطف وتكاليف، بحس لما يقطفوا بقول خلص بدي ارتاح لموسم الجاي. صح. يعني بنفهمه، بس انه مش غلط يرجع يفوت على الحقل ويعمل الاشياء اللي حضرتك هلا بتقولها. وهيك بتكون كمان اذا بدك اذا بعد في بعض الفطريات موجوده على الوراق هيك بيكون عم بيعالجها، لانه اذا تساقطت هالاوراق وحامله هالفطريات حترجع بالربيع رطوبه معينه، حراره معينه، حتكون ظروف مناخيه مؤاتيه، حيرجع هالمرض يستفعل عند المزارع. هالسبوريت يعني. نعم. الابواخ، الابواخ بقولوا الابواخ. بقى من هيك يستحسن انا اذا ما في اي مشكله بالتكاليف يستحسن انه ما بعد القطاف يعمل رشه. نعم. على الاوراق. رشينا. نعم. شتت بعد تاني نهار شو بيصير؟ لازم هيك يتابع قبل الأحوال الجوية. نعم. يعني على القليل 48 ساعة قبل هطول أمطار بالمنطقة عنده، يعني هلأ مين ما كان صار عنده أبليكيشن بتفوت عليه الأبليكيشن بتلاقي أنه بهالمنطقة بهالموقع حتشتي ابتداء من الساعة. بقى صح. يستحسن أنه يطلع هالمعلومات المناخية قبل إذا فيه هطول أمطار ولا ما فيه هطول أمطار، ويقدر يعمل إدارة معينة تقدر يرش على القليل قبل 48 ساعة هالدواء يلي رشه ما مع الغسيل مع المية الأمطار والشتاء تما تروح فعاليتها. قررنا الرش. نعم. شجر هار الورقه.
رشي قبل التشحيل، رشي بعد التشحيل. كمان حكيت مع حضرتك كيف بندهن الجذور. كثير محلات خاصة بساتين التفاح بنلاقيهم للحفار الحقل اكل الجزع خاصة بالشتاء. صح، شو مفروض ينعمل؟ هلا في ناس بيعملوا مصايد، في ناس بيحطوا حديد بيحمون، واذا بدنا نسمم لون او نحط أدوية سامة لحتى ما نخسر محصولنا، شو بتنصحنا نعمل؟ يعني هلأ من زمان كفي الوزارة كانت توزع أو المصرف للكسح المي الزراعي كانت توزع قمح مسمى. هالقمح كان نحطهم بظروفة ونحطهم بدويح معينة بالأرض. يعني هيدا بالنهاية قمح مسمى. هلأ كمان في حاليا يمكن بطل متوفر هالشي، في يلتجئ المزارع عند أي صيدلية زراعية، في يروح لعندها كمان عبيت الزراعة، ومن حضرتك في اكيد مبيدات وفي اشياء بتمشيف على الطاوله يعني ظروفي في يستعملها، وهيدي بتكون مواد كمان اصلا كمان سامه لا يعالج هالقصة هالفيران، فيران الحقل يلي بتكله جذوع الاشجار الصغيره. دائما بيلحقوا لي لازم بس يكون حدا حاطط دواء سم او سم للجرادين يحط ارميه صغيره علامه معينه انه هالمحل حتى اذا حدا معه كلبه او حدا عم بيتمشى او الله لا يقدر ولد فكره بونبوني عم بيتمشى خاصه للقطران بتشبه العلكه. نعم. القطران منه مسم، هلا بنحكي عنه اذا بتحب. بس دواء الجردون مثل ما شايفين هالقطع هو الجردون بياكل منها، بتعمل له تخثر بالدم كواجولاسيون دو سان، ما بيموت دغري، بيموت بده حسب حجمه. نعم. وقت بده من يوم اثنين لثلاث ايام حتى ينشف كل دمه ويموت، يعني يتخثر دمه ويموت، وهيك ما بيطلع ريحه كمان الا اذا مات على محل في مي او بركه مي او على شتى. هو بيعطش بصير يفتش على محل مي. والجرادين عندهم تكتيك معين، اول شيء بيعطوا شخص جردون بسموه المناضل. صح، بيروح بياكل وبينطره 42 ساعه، إذا ما مات بيجا بروح بيأكله من هالسم، في حال مات ما بقربوا عليه. مشان هيك الدراسات أو الأدوية كلها هلا يلي فيها المواد الفعالة بتكون بدها وقت، حتى هالرونجر أو هالجرادين يلي الكوارد بدهم وقت ليموتوا. هيك إذا هالمجموعة بيعطي حدا بتفكر إنه عم يموت من شيء تاني. تكتيك معين. صحيح. بيرجع في عنا اللي بالحقل كمان، لأنه بعد ما نكون رشينا وخلصنا أول شهر ثلاثة وشهر أربعة بلش فيه الحياة. أكيد. فهون إذا فايت حدا على البستان عم يشتغل معقول تعقص وحية الله لا يقدر. مثل ما نعرف بلبنان مش موجود الترياق وين مكان، يعني هني مستشفيتين بس. الترياق شو بتقصد فيه؟ الأنتيدوت. يعني إذا عقصتك الحية بيكون في عندك الأنتيدوت لحتى تقدر الله لا يقدر ما توصل للوفاة. فموجودين يمكن بس باثنين مستشفيات بلبنان حكومية. يعني صحيح. يمكن تكون بمنطقة كتير بعيدة وما بتقدر توصل بالهين، فمش غلط نوزع القطران. هالقطران الحجار يلي شكل صلب هيدا عندك، لأنه أنا شايف صح صلب وهو منه قاسي لأنه مزيل سائل. لما أنت شايف إيدي زيتي. نعم. بيقدر ينحط كل مترين قرص من هالقراص كيفي أنه الحية تشم الريحة وتفل. تعرف من شو معمول القطران؟ يعني هيدا من صنوبر أكيد. من حريق صنوبر. نعم. يعني بيحرقوا الشجر بحرارة معينة الأغصان والجذور، وبتطلع هالمادة اللزجة يلي بتعطي ريحة الحريق. نعم. الحية بتفكيرها أنه عم يولع على الحرش فتهرب. وهذا القطران منه مسم أبدا. كل قد لازم نغير هالكبسولة؟ كل شهر ماكسيموم شهر ونص. ابتداء الفترة بلش أول ما تبلش شو بالدنيا وتبلش نحس أنه بلش يطلعوا الأفاعي. يعني فينا يعني طالما في شتاء بتضل مقبولة. في بالساحل في بلش شهر 3 4 حزيران كثير تأخر. والفعالية هو الأقراص لمدة ماكسيموم شهر ونص مش أكثر. كثير أشخاص بيحطوا بيطمنوا بالهم أنا حطيت قطران راحت على كل السنة، هي كثير غلط. ما بيضاين كثير، بنشف ما بيضاين أكثر من شهر ونص. فينا نستعمل هالقطران اللي هو معمول بلبنان. نعم. بكل فخر صناعة وطنية على الطريقة التقليدية، وفي معمل واحد بس بيعمله بلبنان، بيت الزراعة بأنت الياس بياخد كل الكمية. ما بتروح لمحل تاني، نحن بس بتكون موجودة عندنا بيت الزراعة. بنقدر ناخد فنجان قهوة بنحط نصه بلاستيك، بفضل ما نروح على البلاستيك على الكرتون كرمال البيئه. نعم. ناخد فنجان بلاستيك، او اذا عنا علبه سردين اكلينا ما بدنا اياها علبه تون، بس نضل نستعملها دائما، يعني مش نرجع نكبها بالطبيعه. نعبيها نصها، نحط شقفة قطني بقلبها. شو بتعمل؟ بتضلها محافظة على رطوبة. ما تنشف دغري. كمان بنوزع كل مترين وحدة. هلا هول استعمال الأحراش هون إذا داير من دار البيوت حتى ما نجوي البلاط وما نجوي الأحفاف. حتى المطاعم والفنادق كمان فينا نستعمل. صحيح 100%. فهالقطران نوعيته جيدة جدا، ومثل ما بتعرف أهليتنا اللي كان عندهم معزة وغنم وهلا يعني بالمي بحطوا شوية قطران. نعم. بسطل الماء اللي بيشربوا منه المعزة والغنم والحوض.
صحيح او الحوض، وهيك لما تكون عم تشرب المعزيه بيجي القطران على تمها وبصير لهتها لهت قطران. فالحي بتعقص يا هون وين ما في شعر تعقص بالوجه لانه ما فيه شعر. تفضل كده عم تقول لي شيء. لا لا، انه هالشيء شو بياثر على الحي يعني؟ بهربها بهربها، لانه هي عم ترعى المعزيه. اذا الحي موجوده وعقصتها نقزت منها رح تقتلها، لانه هون ما في شعر تقدر تعقصها، والحي المعزيه كلها شعر ما بتقدر تعقصها الا هون او محل ما في شعر. فبيكون وفرنا على المعزيه انه تموت، كمان ساعدنا انه الحي يتبعد عنا بدون نوزع كل الحقل اللي حوالينا، بنحط محل ما هالطرش موجود عنا. في كميه معينه لازم نستعملها من هالقطران السائل؟ القطران اخف من المي، حيفوش يعني ما رح نخلط. فلما تشرب هو منه مسم، مجرد ما يعلق شوي بيكون ماشي. وحتى الخواريف يلي بيعملوا حزازي بيكونوا مجروحين او بيكون عنده حزازي، اهليتنا كانوا يحطوا القطران على الجرح وكان يطيب كان يمشي حاله. هلا اكثريه القطران موجود بالسوق هو إسانس من مواد تعطي ريحة، بينما هذا القطران هو معمول على الطريقة التقليدية القديمة كيف كانوا يشيلوا القطران أهليتنا. صح، في حلقة ببرنامج العوافي إله علاقة بالقطران 100% عملنا عن هيدا القطران عم نحكي يلي صحيح يلي نحن جبناه. صح، جبناه وصار موجود عنا، وهذا قطران أكيد نوعية سوبر وإنتاج لبناني. كمان فينا نعمل شغلة، فينا نستعمل البودرة. هيدي بودرة معمولة من كبريت ومن نوعية النوع من النفتالين، بينخلط مع بعضهم وبينرش. وهيدي مادة طاردة كمان بتعتبر. صح، مادة طاردة الحية ما بتتقبلها، ما بتروح بالهين إذا شتت عليها كثير، فلما نرشها على الدوائر تهرب الحية وبكون ريحنا رأسنا. إذا في كمان بالنسبة للسقاية أو البوبريس أو حرق الحردون كمان، هودي كمان فعال شيء؟ لا مش فعالين عليهم. لأنه البوبريس ما بينزعج من هالريحة ولا بينزعج من هالريحة، بينما الحية بتنزعج من هالريحة. بس في أشخاص كثير بينزعجوا من هالشيء. من أي؟ من السقاية والبوبريس كذا إذا كمان. حرام نقتلهم لأنه هو منيح للبيئة، هي بتاكل البرغش، بتاكل المن، مش المن، بتاكل البرغش، بتاكل الدبان، بتعرف إنه السقاية يعني الشموسة في الأغنية يعني. والحي والسقاية بتعرف لما بيواجهوا بعضهم تلقط عودي وبتسكر دمها لحتى ما تقدر تبلعها. والحردون كمان. صح. بعد رح أحكي على شغلة أخيرة، بس يقرب الموسم يبلش الشوب بدنا نرش. تنرش إذا جبنا شركة للحشرات الزاحفة اللي نحكي الصرصور M44 عقارب نمل. فيلي عنده مشاكل ببيته، بيته قريب على جنينة معقول يصير عندهم هالمشاكل، بيقدر يتوجه على بيت الزراعة وبياخد التوب إيجيان الإكسترا. هالتوب إيجيان نوعية شو بيت الفعالة؟ فيها مادتين فعالين مسموح فيهم عالميان، مسموح فيهم بلبنان صحيح، وأكيد هذا مرخص. فالتوب إيجيان أكيد فينا نرشه بالنسبة المكتوبة عليه، بنرش البيت بيكفينا على مدة سنة ما بنشوف لا صرصور مرة واحدة. مرة واحدة لا صرصور ولا مروارين ولا عقاري، بس شغلة واحدة كتير مهمة قبل الرش. قبل ما نرش بدنا نعمل مناج، بدنا ننظف البيت كله، ما يكون عندنا غبرة، ما يكون عندنا أي شيء بيعمل عائق للدواء، لأنه في مواد لازقة بلقط بالأرض، إذا في غبرة رح يلقط على الغبرة وحتخف عليه. ما بعد الرش صار فينا قد إيه بدنا وقت نرجع نشطف ونغسل؟ ثلاث أيام. ثلاث أيام. لأنه يكون لاقط، لأن إحنا رح نكون شاطفين ومنظفين قبل، بدنا ثلاث أيام من بعدها بيكون نظفنا وصار يعني رشينا بطريقة مضبوطة وطمنا بالنا من القمر وقرين عقارب نمل وصراصير. وهي شغلة كثير مهمة. الكرتيل ما بيموت أبدا، ما له ريحة. الكرتيل ما بيموت بالهين، لأنه الكرتيل عنده كابيلار، عنده شعيرات بإجري ما بيمتص الدواء، فكثير الأوقات بيكون معلق بالسقف. فالكرتيل إذا ما إجا الدواء دغري عليه أو قدر يعني يلقطه ديركت راح يكون عندنا مشكله، الكرتيل ما راح يختفي بالهي. انا بدي اشكرك، انا بدي اشكرك على وجودك معنا. بدي اقول لك سفره موفقه، بعرف انك مغادرنا هلا على جامعه باري، لانه حضرتك شرشور او باحث علمي عم بينطبع لك كثير مقالات عالميه، الناس عم تلحقك تقريها. بدي لك يعطيك الف عافيه، نحن من الاشخاص كمان يلي بنلحق مقالاتك. بدي اقول مرسي كثير لسي جورج شمعون، عائلة شمعون بكاملها، على استقبالهم الحلو وعلى تحملهم لنا، عم نقضي أيام عندهم بالتصوير. بنقول لهم مرسي كثير كمان، عم بيفتحوا لنا مجالات إنه نعمل اختبارات بجنينتهم تنشوف هالاختبارات يلي عم تنعمل بمركز الأبحاث العلمية الزراعية بمنطقة لقلعات، بس نطبقها بمنطقة الرابية أو أنطلياس بمطعم جلجامش، كيف عم نشوف النتيجة؟ أكيد. كيف عم نلاقي هالخضار الحلو والرائع؟ بدي أقول مرسي كثير كمان مرة تانية لمطعم جلجامش، حطينا أرمى هالقد لا بيت الزراعة على المدخل، لأنه كثير مبسوطين بالإنتاج اللي عم نعمله. وأنا بدي أقول مرسي كثير لفريق عملك.
الله يخليك. على بإدارة المخرج ربيع الحلو وناهي معلوف وشادية كمان، وأكيد الفريق العمل ما وراء الكواليس يعني اللي بده يحضروا المونتاج ويشتغلوا على الحلقات تيعرضوها بشكل حلو للمشاهد إن كان بلبنان أو خارج الأراضي اللبنانية. يعطيهم ألف عافية، إن شاء الله نلتقى مجددا.